في منشور أصدره الاتحاد الدولي من أجل حماية البيئة سنة 1980، وغدا متداولا على نطاق واسع بعد أن أعيد استخدامه في تقرير مستقبلنا المشترك الذي صدر سنة 1987 عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ليتم التصديق عليه رسميا في مؤتمر قمة الأرض الذي عقد في ريو دي جانيرو عام 1992، وترسخ أكثر في مؤتمر كيتو 1997. وفقا لأحد التعريفات الأكثر شمولية، فإن التنمية المستدامة تعرف بأنها التنمية التي تلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق أهدافها، وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. ولتحقيق ذلك تنصب أهدافها على القضاء على الفقر وحماية البيئة والمناخ وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار والكرامة الإنسانية، بضمان حقوقهم المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية. والمغرب من الدول الأولى التي اهتمت بشكل جدي بالتنمية المستدامة كمفهوم وكناش في كل مخططاتها التنموية، إن على المستوى الرسمي أو على مستوى المجتمع المدني، وعملت منذ عقود مضت على تحقيق أهدافها من خلال الدعم المنسق والموجه الذي يعطي قيمة مضافة للجهود الوطنية تحقيقاً للأولويات الاستراتيجية المتمثلة في الحوكمة الديمقراطية والجهوية المتقدمة، الحد من التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية الإقليمية والجنسانية، جودة التعليم والصحة، الإنتاج والاستهلاك النظيفين، وتمكين المرأة والشباب من فرصة الشغل للقضاء على الهشاشة الاجتماعية. بالنسبة لإقليم العرائش والمدن التي يحتضنها، نجد مدينة القصر الكبير جمع ترابي طليعة بموقع متميز في حوض اللوكوس، بموارد غنية ومتنوعة، وبساكنة تفوق 130 ألف نسمة، وبخزان مائي قريب منها أي سدود المخازن. إلا أن كرم الطبيعة هذا بدأ يعرف بعض الاختلالات في التوازنات اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً، مما يستدعي تدخل كل الفاعلين، سلطات محلية، مجتمع مدني، قطاع خاص، مواطنون في المدينة والإقليم، لإعادة التوازن بين الحاجات التنموية الماسة والموارد المتاحة بدون إحداث أضرار سلبية على البيئة، مع الحفاظ بشكل متوازن على المخزون الحضاري من التلف أو الضياع، سواء التراث المادي أو اللامادي لمدينة القصر الكبير. إن التنمية المستدامة المنشودة للمدينة والإقليم ليست أمراً خيالياً، فهي بكل بساطة تدبير يستحضر الأبعاد التالية للتنمية المستدامة. أولاً، البعد الشامل للتنمية المستدامة: التوفيق بين التنمية الاقتصادية لإقليم العرائش ومدينة القصر الكبير، والمحافظة على البيئة مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية، خاصة النابضة منها ومن أهمها. أولاً، الماء أو الموارد المائية: بسبب دورات الجفاف التي أصبحت يعرفها المغرب وعدم انتظام التساقطات، أصبح لازماً علينا الاستخدام الرشيد لمياه الري بنهج الري الموضعي أو ما يسمى السقي بالتنقيط في المجال الفلاحي، حفاظاً على الفرشة المائية للمنطقة. ونشير أيضاً بأن المدينة والإقليم ما زالا يتطلعان إلى استثمار أمثل لسد وادي المخازن القريب منهما، سواء في عملية الري أو النشاط الصناعي أو السياحي. تهيئ وادي اللوكوس الذي يعتبر القصر الكبير هبته حتى يصبح صالحاً للتنزه والترفيه،
لساكنة تتزايد بسرعة وتتنامى حاجاتها، لذلك بخلق فضاءات لهذا الغرض على ضفتيه. نقترح في هذا الصدد أيضا إنشاء بحيرة اصطناعية بعين عبيد في الموضع الذي يعرف تجمع لمياه الأمطار والسيول الصغيرة به في فصل الأمطار، وإقامة مرافق سياحية وترفيهية للساكنة. الغطاء النباتي الطبيعي، فمن المعروف أن إقليم العرائش يعرف غطاء غابويا مهم غنيا ومتنوعا، سواء في سهول اللكوس أو الجبال المحيطة به. لكن أخطار الاشتتات من أجل الزراعة والحرائق والاحتطاب والإهمال، إضافة إلى التوسع العمراني، أصبحت تهدد هذا الغطاء بالضياع والتقلص، مما يلح على المسؤولين والساكنة الحفاظ عليها وتجديدها، وذلك بتنظيم عمليات التشجير بشكل دوري حفاظاً على التوازن البيئي بالإقليم. الثروة البحرية يجب الحفاظ عليها من الهدر والاستنزاف، والحرص على احترام الراحة البيولوجية لإتاحة التوالد الطبيعي وتجدده، مع العمل على توسيع أكثر للصناعة الغذائية في مجال تصوير السمك، وما يمكن أن يخلقه من فرص شغل ومن عائدات التصدير نحو الخارج، إعادة توطين سمك الشابل بنهر اللكوس الذي شكل عبر قرون مأطورا شعبيا وتقليدا غذائيا للمدينة، والذي انقرض بسبب إنشاء سد وادي المخازن. هنا يجب طبعا التنسيق مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالمدينة. التوسع العمراني يجب القطع مع العشوائية في عمران المدينة، وعليه أن يكون مدروسا جيدا في جماعتنا الترابية ووفق معايير تحترم التوازن البيئي، وذلك بالإكثار من المجالات الخضراء عند كل مخطط للتهيئة الحضرية بالمدينة، وعدم الأضرار بالمجالات الزراعية الحيوية. إعادة تأهيل أحياء المدينة القديمة بحومتي باب الواد والشريح، وذلك بصيانة مبانيها وأضرحتها ومعالمها التاريخية المعمارية، وإعادة تبليط دروبها وصباغتها بلون يتناسب مع تاريخها، من الاهتمام بالأغراض والزهور بها، وإقامة سقايات الزليج التقليدية في باحة أهم حواريها. أصبح ملحا تحيين صباغة مباني المدينة وتوحيدها والرجوع إلى اللونين الأكثر اللونين التي كانت تعرف بهما، وهما اللون الأبيض المكسور واللون الآجوري على شاكلة بناية مدرسة ابن خلدون الابتدائية. وقد وضعت جمعيتنا طلبا بهذا الصدد إلى المجلس الجماعي. نتطلع في جمعيتنا إلى الدفع بموضوع إنشاء متحف معركة واد المخازن، تتمينا للتراث اللامادي للمدينة وتمجيدا لملحمة تاريخية فارقة في تاريخ المدينة والمغرب والمغرب الكبير. هنا يجب التنسيق مع كل الجمعيات لرفع طلب جماعي موحد بهذا الموضوع إلى المجلس الجماعي والإقليمي ومندوبية وزارة الثقافة وإلى الوزارة الوصية بالرباط. الاهتمام بمداخل المدينة عبر الطريق الرئيسية المعبدة شمالا وجنوبا، وكذا السكة الحديدية لأنها مرآة المدينة وعنوانها. البعد الاقتصادي، التركيز أكثر في المستقبل على استعمال الطاقات النظيفة مثل الطاقة الكهربائية من سد واد المخازن في أي نشاط اقتصادي، سواء فلاحي أو صناعي، على قلته في منطقتنا أو خدماتي. التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتسهيل تقديم القروض لشباب، لتسهيل إنشاء مقاولات صغرى بهدف القضاء على البطالة في المدينة، مثل التشجيع على إنشاء مقاولات للحرف التقليدية تهم الدباغة التي اشتهر بها القصر الكبير منذ العصور الوسطى، والصناعة الجلدية المتفرعة عنها بكل لوازمها، وتوفير الإشهار اللازم لها قصد التعريف بها والترويج لها داخليا وخارجيا، لتسهيل بيعها
وكذلك الشأن بالنسبة لصناعة النسيج التقليدي، الدراسة وصناعة الفخار وصناعة السلال، وذلك بإعادة تأهيلها ودعمها. في البوادي المحيطة يجب تفعيل برنامج القروض الصغرى والمتوسطة بالتنسيق دائما مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للقضاء على الهشاشة الاجتماعية والبطالة خصوصا في أوساط الشباب والنساء، وذلك بإنشاء تعاونيات لإنتاج منتجات محلية أو منتجات الوطن مثل إنتاج الكسكس بكل أنواعه وزيت الزيتون، وكذا إنتاج المصبرات التقليدية مثل زيتون والتين وفلفل وبرقوق وليمون ومربى البرتقال وتوت العليق والفراولة والفريز، طبعا المنتوجات المحلية طبعا، إذ لا يعقل أن المنطقة تعد طليعة في إنتاج الفراولة والبرتقال والمندرين وليس لديها صناعة غذائية تليق بما تنتجه. كذلك التشجيع في البوادي المحيطة على تربية النحل لإنتاج العسل وتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال للشباب، وتربية الماعز لإنتاج الجبن وتربية الأرانب وغيرها من المشاريع الممكنة. ولتحقيق ذلك لابد من إقامة مدارس للتكوين المهني في كل المجالات المذكورة لاحتضان التلاميذ الذين لم يستكملوا دراستهم، والشباب العاطل لمنحهم فرص أخرى للنهوض بأحوالهم وضمان اندماجهم في سوق العمل لتحقيق استقلالهم المادي. البعد الاجتماعي، إن عملية التنمية المستدامة تتضمن تنمية بشرية تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية وتحسين فرص التعليم، فضلاً عن عنصر المشاركة في تدبير وتسيير أمورهم، حيث تؤكد تعريفات التنمية المستدامة على أن التنمية ينبغي أن تكون بمشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات التنموية التي تؤثر في حياتهم، مع وجود إنصاف وعدالة ومساواة في الفرص والخدمات الاجتماعية، على أساس أن تتم التوعية الكافية بالمصادر والأهداف. الاهتمام بالصحة العامة بالقيام بقوافل طبية، ونحن على مشارف في هذه الأيام المقبلة إنجاز أول قافلة طبية خاصة تخص بالكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي للنساء ما بين سن 18 سنة إلى 45 سنة. على سبيل الختم،